ده الدولاب لتصنيع الفخار إن شاء الله، أو تصنيع المواد الفخارية، وهذه هي العجينة. اتفضل يا فندم. بسم الله ما شاء الله. اتفضل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاضر حاضر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا. والعجينه والله العظيم ده انا هقول لك يعني انت مهتم بيها، عفوا لو حاجه للاكل مش هتاخد الاهتمام ده بجد بجد. لازم يبقى فيها، لان هي لو يبست بطريقه غير موضعيه، لو نشفت بطريقه غير عاديه مش هتصلح، او هتصلح وهيبقى فيها بعض الانعوجات كده، تمام مش تمام هتبقى ايه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انت هتعمل ايه سيادتك؟ ان شاء الله اللي يسره ربنا ان شاء الله. بس اللي يسره ربنا. جميل. لا بس ايه الخامة دي، ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما قلنا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه يد يحبها الله ورسوله، الايد اللي بتشتغل. وانت بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم انا حاجة يعني انا سعيد اليوم ده عندي، يعني حاجة جميلة خالص. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فعلا والله العظيم انا شفت الكلام ده في التلفزيون، كنت اتمنى اشوفه كده مباشر زي ما انا شايف الحاجات الجميلة دي. فن بس ده فن من الفنون اللي يا ريتها كانت دامت. دي من أول النعم اللي ربنا أنعم على نعم الإنسان بيها، فعلا، على فكرة أنت راجل منضبط من أول النعم في اللي كلامك، ربنا منضبط أنعم جدا. على الإنسان بيها، لأن هي زي محدش يقدر يقف في المحراب يصلي، مش أي حد يقف في المحراب يصلي تمام. زيها، برضه مش أي حد يقعد على الحجر ده لا لا مش يصلي. ممكن، مش ممكن. لازم يكون صادق، الله، حتى لو استنى بص استنى بص استنى بص استنى، بس انت قلت حاجة مهمة قوي، الصدق. انت قلت ما بتيجوا تولعوا الفرن لازم بتسمي وتقرا الفاتحة، يعني اذا في النية، النية او الخير اللي جواك بيبان. والفرن ده فيه العبر، فيه ما يوازي عذاب، فيما يوازي عذاب. يعني لو بني آدم دخل في قلبه خلاص انتهى أمره في 10 دقايق، ربع ساعة، الله أكبر، كأنه مش موجود. الله أكبر، الله أكبر. بس ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الجلود جلود، ويشيء من يشاء في جهنم لحد ما يكون له معاد. أنت زي العسل. لا بس أنتوا حياتكم جميلة وفيها تدين، وعلى رأيك لا لما نيجي نولع الفرن. لا بس أنت بتقول أحسن الشعب المصري فطرته اصلا متدين، فطرة نظيفة. فطرته نظيفه، أه زي ما اللهم صل على النبي. أنا هتعمل إيه؟ الشيخ الشعراوي. أنت الوقت هتعمل إيه؟ اعمل قول بس أنا مبسوط، أصل إيه الجمال ده؟ والله العظيم جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دي بداية القول. أه بسم الله الرحمن الرحيم. دي ما بنحطش جواها مية، لو ان حطينا جواها مية بتسيخ، بتسيب من بعضها. لازم يبقى ملص، طين مملص، تمام. تبقى لك، او لو حطينا ميه بتسيب من بعضها، تتكسر. اللهم صل وسلم على سيدنا في محمد. اوقات نحط ميه، وفي اوقات نحط ايه، الملص، العجين اللي طالع من الايد ده. جميل، ده اسمه ملص. اه بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي يعني الكلمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قالها، هذه يد يحبها الله ورسوله. أهي يعني أنت بتعمل من عجينة أشياء، يعني عفوا بيقولها بالبلدي يعمل من الفسيخ شربات. إيه ده، إيه الجمال ده، والله العظيم إيه الجمال ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما زلنا نتحدث عن صناعة الأواني الفخارية، وتحديدا القلة، وأنت بتديها النقشة وتديها كل حاجة جميلة.
تديلها ترتيبها بقى، ترتيبها زي ما بتحتاج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دي بداية القل، الله أكبر، دي بداية القل. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده القلة، الإبداع اللي أنت عامله ده، ما هو ده شغل سيادتك كله. شغل السيادة، شوف الجمال والحاجات الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو ما زلنا نتابع دي صناعة القلة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. دي قلة برضه بنوع مختلف. اللهم صل على النبي، يعني تطلع إنتاج تاني غير ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن بسم الله ما شاء الله. اسم سيادتك ايه؟ محمد غيد. ماشي يا كابتن محمد، يا رب يعزك. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على. جبنة مختلف. ها؟ جبنة مختلف. هيتعمل لسه ليها البوز والمؤخرة. لو تقدر تعمل نوع تالت، يعني انت تعمل بوز. والله صغير. اللهم صل على الله العظيم. هذه يد يحبها الله ورسوله، فعلا ايد طاهرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، دي مقاس الأطفال. جميلة 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 جميلة. الله العظيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، فعلا. اقول له جميل، طبعا لسه هتستكمل، هي دي مرحلة. وده بص، طيب ان شاء الله يبقى ايه ده سيادتك؟ ده غطا القلب. ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا و و و وانت بسم الله ما شاء الله بتشيلها في جزء من الثانية. ايوه، الله أكبر ولله الحمد. ما زلنا نتحدث عن صناعة الأواني الفخارية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الفخار يطلق على الأدوات والأواني التي تصنع من الطين ويتم استخدام النار في تشكيلها، ويعرف الفخار بأنه فن صناعة الخزف. الله أكبر، ده الوش القلة. ده برهام للزبادي. أوه تمام، والبرام اللي ممكن أكبر شوية طبخ فيه. إيه الجمال ده؟ ده البرام، ده هيستوي. لسه يتحرق أو يستوي. جميل جميل،
جميل. اه الفتحات، بسم الله ما شاء الله، لا سبحان الله، كل حاجة فن. عشان تنزل المية. تمام، كمان سيادتك، يعني هي بسم الله ما شاء الله، هي مسدودة، انت بتفتحها. تمام، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. طبعا كل ما نشاهده هو فن تصنيع القلة. مرحلة من مراحل تصنيع آه القلة. جميلة جميلة والله، سبحانك يا رب. بعد ما تتحرق بقى، طب وكما ذكرنا بسم الله ما شاء الله، جاية معاك؟ اتفضل اتفضل. جميل جميل. هنا بقى اللمسات الأخيرة بقى الجمالية اللي أنت بتحطها على القلة. جميل، لا والله ده إبداع إبداع، حتى الرسم نفسه إبداع. بسم الله ما شاء الله. لا 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 بجد، بلغة الشباب انت دماغ بجد. ما الوردة ده هي صناعتك برضه، انا شايفها. جميل جميل رائع، كل ذلك من اجل النار الاولى بالشكل الجميل ده. وكما ذكر ضيفنا العروسة زمان، كان وعلى فكرة كان برضو القلل الجميلة ده، كان بيبقى كل عروسة لها 7 قلل، وطبعا توت سيادتك واللبريق وإيه والزير والزير والقرة بتاع القديم. البلاص البلاص. يبقى هذه روعة، وهذا الجمال، وهذه المنتجات الفخارية. شكرا.